موجود دلوقتي في عربية من العربيات اللي هي تعتبر سفينة فضاء. احنا موجودين في مركز خدمة اوتو 21 فرع مصر الجديدة داخل دار القوات الجوية. موجود معانا دلوقتي العربية البنتلي بنتايجا من 2018. العربية دي هي أول عربية اس يو في تنتجها شركة بنتلي الإنجليزية. عربية 12 سلندر وين تربو بتطلع 600 حصان عند 5000 لفة في الدقيقة. موجود دلوقتي في عربية من العربيات اللي هي تعتبر سفينة فضاء. احنا موجودين في مركز خدمة اوتو 21 فرع مصر الجديدة داخل دار القوات الجوية. موجود معانا دلوقتي العربية البنتلي بنتايجا من 2018. العربية دي هي أول عربية اس يو في تنتجها شركة بنتلي الإنجليزية. عربية 12 سلندر وين تربو بتطلع 600 حصان عند 5000 لفة في الدقيقة. سامعين؟ طبعا العربية أول ويل درايف وبتجيب من 0% في 4.1 4.1. تفاصيل العربية مش هتكلم عنها كتير. الانتيريور رهيب جدا، كفايه علامه بنتلي اللي موجوده على